سبع سفاحات يثبتن أن النساء قد يمتلكن قلوبا أقسى من الرجال. مايوكي إيشيكاوا. ولدت الممرضة إيشيكاوا في نهاية القرن التاسع عشر في اليابان، وقد قتلت ما يقدر بمئة وثلاثة أطفال رضع عن طريق الإهمال المتعمد وأحيانا بالأدوية التي تسبب النزيف الداخلية، وذلك بحجة إنقاذهم من حياة الفقر، وكانت تقنع أهل هؤلاء الأطفال بتربيتهم في رخاء مقابل مبلغ مالي وتقوم بقتلهم. وقد وجدت الشرطة 40 جثة في منزلها. أثناء محاكمتها ادعت أنها كانت تقدم خدمة للآباء الذين اقترفوا الزنا، وحكم عليها بالسجن 8 سنوات فقط، مما أدى إلى غضب الرأي العام الياباني، ليتم بعد ذلك إلغاء الإجهاض في اليابان عام 1949. إيرما غريس. عاشت في الفترة من عام 1923 إلى عام 1945، وكانت من المجندات النازيات، ولقبت بسفاحة بيلسن، حيث كانت تعمل كحارسة في معسكرات الاعتقال، وتم ترقيتها إلى كبيرة مشرفين لما أظهرته من حماس وإخلاص شديدين لهذا العمل. ثم أصبحت مسؤولة عن 30,000 سيدة من السجينات، وكان من متطلبات عملها تعريض السجينات للكلاب المدربة الجائعة لتنهش أجسادهن، وإطلاق النار عليهن، وضرب وحشي غير آدمي بالكرابيج الجلدية، وكانت تستمتع بالتعذيب النفسي والجسدي لضحاياها. إليزابيث باثوري. أشهر سفاحات العالم التي اشتهرت بسيادتها وحبها لتعذيب وقتل الفتيات ومن ثم الاستحمام في دمائهن لتحافظ على جلدها من الشيخوخة والتجاعيد، ويمكنك مشاهدة مقطع كامل خاص بها على قناتنا متع عقلك شخصيات عبر الرابط أسفل الفيديو. ديلفينا وماريا دي جيسوس غونزاليس. شقيقتان عاشتا في مدينة كوانغيتو الواقعة على مسافة 200 ميل إلى الشمال من مكسيكو سيتي العاصمة، وكانتا قوادتين تديران بيت دعارة وناديا ليليا، أطلقتا عليه اسم ماخور الجحيم، وهو اسم على مسمى حقا، إذ حولته الشقيقتان إلى جحيم حقيقي. كانت الفتاة تستمر بالعمل ما دامت بصحة جيدة وتتمتع بمظهر جذاب، أما إذا مرضت إحداهن أو حملت سفاحا أو تقدمت في السن فذوى جمالها، فإن ذلك كان يعني نهاية حياتها، إذ تأمر شقيقتان بقتلها، كما قتلتا عددا من زبائنهن خاصة ممن يحملون مبالغ كبيرة من المال. وقد وجدت الشرطة بعد التنقيب والتحريات خيطا يربطهن بالاختفاءات المفاجئة لعدد من الأشخاص، وبعد التنقيب في بيتهن والأرض التي حوله تم الكشف عن جثث 80 امرأة وإحدى 11 رجلا وعددا من الأجنة الناتجة عن حمل بائعات الهوى من بعض الزبائن. وفي عام 1964 أدينت الأختان بالسجن لمدة 40 عاما، وماتت إحداهما في السجن، أما الأخرى فتوارت عن الأنظار بعد خروجها من السجن خوفا من انتقام أهالي الضحايا منها. أنريكيتا مارتي، مصاصة دماء برشلونة. أشهر قاتلة أطفال في التاريخ الحديث، امرأة كتالونية تجردت من كل عاطفة ورحمة وتحولت إلى مخلوق بشع يقتات على بقايا الأطفال وأشلائهم من أجل المال. فالأطفال هم جزء من مهنتها، وشحومهم ودماؤهم هي أهم عنصر في صنعتها، فهي ساحرة تحتفظ بمجموعة من الكتب والمخطوطات السحرية القديمة وتستعملها لصنع وصفاتها. كانت تستغل الأطفال الفقراء وتقوم بقتلهم لاستخلاص الشحوم والدماء والعظام التي تقوم بطحنها لبيعها كمستحضرات للقضاء على الشيخوخة وعلاج مرض السل الرئوية الذي كان منتشرا وقتها. وقدر عدد ضحاياها ب 120 طفلا. كان صيدها المفضل هو الأطفال المشردين واليتامى الذين لا يسأل عنهم أحد، والذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاما. عادة تقوم بخداعهم بقطعة حلوى أو وعد بوجبة شهية. تم القبض عليها وحاولت الانتحار في السجن، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، وقامت السجينات الأخريات بعد ذلك بعدة أشهر بشنقها قبل أن تحكم عليها المحكمة الحكم النهائي، ودفنت بعيدا عن الأنظار في مكان سري في برشلونة. خوانا بارازا. ولدت في المكسيك وكانت مصارعة محترفة، وكانت تلقب بالسيدة الهادئة بين المصارعات الأخريات. كانت إخوانا تستهدف النساء المسنات، خرقت بعض الضحايا وضربت أخريات، قامت بقتل ما يقدر بين 23 إلى 49 عجوزا كلهن يسكن وحدهن، وسرقت ممتلكاتهن. تم القبض عليها وهي تهرب من منزل ضحيتها الأخيرة عام 2006، ليتم الحكم عليها بالسجن مدى الحياة. لافينيا فيشر.
ولدت عام 1793 وعاشت هي وزوجها في كارولينا الجنوبية بأمريكا، حيث امتلكت فندق 6 مايل ويفيرر هاوس. بدأت بقتل الرجال الذين يقصدون فندقها، وبعد فترة لوحظ اختفاء العديد من عملاء الفندق، إلى أن تم اكتشاف الحقيقة وراء ذلك، حيث كان يتم اختطاف النزلاء من قبل فيشر وزوجها وسرقة نقودهم. تم إلقاء القبض عليها واتهامها بقتل عدد غير محدود من الضحايا، وتم العثور على بقايا بشرية لرجال مفقودين في الطابق السفلي من الفندق. وكون قانون ولاية كارولينا الجنوبية ينص في ذلك الوقت على أن المرأة المتزوجة لا يمكن أن تعدم، تم شنق زوجها جون فيشر مما جعلها أرملة وليس امرأة متزوجة، فتم إعدامها، وقد كانت ترتدي ثوب زفافها عند تطبيق الحكم عليها. دلفين لالوري ولدت عام 1775، عاشت مع زوجها وبنتيها في نيو أورلينز بأمريكا. كانت فاحشة الثراء كما اشتهرت بمعاملة الخدم بطريقة وحشية وبشعة، وعثر على منزلها محروقا، وعندما تم السيطرة على الحريق وجدت بالداخل وهي في عمر 70، حيث كانت تحاول الانتحار للتكفير عما فعلته. وفي الطابق العلوي من المنزل وجدت الشرطة جثثا عديدة للخدم الذين قامت بتعذيبهم وحبسهم وقتل البعض منهم، بالإضافة لخياطة أفواههم.